السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my lovely students in the second lesson in science for grade 4. الحصة اللي فاتت احنا اخدنا the definitions of matter, mass and volume. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض new lesson واللي هيكون very important and very easy. كل اللي محتاجه منكم ان شاء الله تكونوا تركزوا معايا كويس جدا عشان بتاعتنا محتاجة تركيز فعلا. احنا كنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا هنجهز معانا some tools وقلنا عليهم. اول حاجة قلناها احنا محتاجين معانا رولر. تاني حاجة محتاجين graduated tape. وقلنا ياريت كمان لو في بالانس يبقى كتر خيركم ويبقى احنا كده متشكرين ليكم. طيب اللي جهز معايا الحاجة هيجهزها معاه قدامه عشان احنا هنستخدمها دلوقتي واحنا بنقيس بعض الحاجات. ادي النوت بتاعتنا وانت كمان طلع النوت بتاعتك واعمل زي ما هعمل بالظبط عشان تتعلم how to measure. اوكي قلنا هنبدا from zero مش from one. اوكي بعد كده هنشوف احنا هنقيس لغايه هنا. Now the reading began with zero. اوكي هنشوف بقى اخر الرولر اخر النوت واقف عند رقم 20. Okay. So, نقدر نقول هنا ان the length of note is 20. Okay. عايزكم بقى بعد ما قسنا تركزوا معايا في الصورة الموجودة تظهر قدامكم دلوقتي. احنا عندنا زي ما احنا شايفين what we measured احنا قسنا ايه؟ ها؟ قسنا the length. Okay, it's not the length of newt. So, the length دي الحاجة اللي أنا عايز أقيسها. Okay, طيب إيه التول اللي أنا استخدمتها؟ إيه الميجرينج تول بتاعتي؟ الميجرينج تول اللي أنا استخدمتها اللي أنا جبتها ومسكتها بإيدي كده وبدأت أقيس بيها إيه هي هنا في الصورة بتاعتنا؟ God, the ruler. Okay, so يبقى دلوقتي أنا عندي عرفت حاجتين. What I measured وعرفت the tool that I used. اوكي طيب دلوقتي انا عايز اعرف النمبر اللي انا طلعته دوت الريدنج بتاعتي كانت 20. اوكي 20 وات اكيد في حاجه لازم هتيجي بعد ال 20. انا هقول 20 ايه؟ جود 20 سنتيمتر. اوكي السنتيمتر ده بقى احنا بنسميه ايه؟ احنا بنسمي السنتيمتر الميجرنج يونت. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الثلاث مكونات الموجوده عندي. ولو انت دايما اني ميجرنج اي قياس انت هتتعرض ليه لازم هيكون عندك الثلاث حاجات دول اسال نفسك عليهم في كل مره. اوكي طيب دلوقتي وي ميجرد ذا لينس اوف نوت وزي ما انتم شايفين النوت small lens طولها صغير. طيب افرض انا دلوقتي عندي large lens زي مثلا نقول زي the door او عايز اجيب اللينس بتاعه هل انا برضو هستخدم the ruler؟ لا طبعا انا ساعتها هضطر استخدم حاجه اكبر شويه زي graduated tape. طيب تعالوا برضو هنعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت زي ما انت كنت ساعات اشتغلت معايا وجبت اللينث اوف يور نوت تعالى برضو وحاول تجيب اللينس اوف ذا دور اوف يور روم. اوكي طول الباب بتاع اوضتك هتقيسه وبرضو هتحط لي اللينس بتاعه مع اللينس اوف مع اللينس اوف ذا نوت وتحطهم لي في كومنت على الفيديو بتاعنا على الاسكولا. يعني مثلا لو انا عندي ستيك زي ديت وعايز اشوف اللينس بتاعها هنبدا زي ما احنا شايفين كده ملاحظين معايا احنا هنا وصلنا عند طيب هنا I want to estimate the reading. الريدنج عندي هنا كام؟ 120
بس هنا في عندي 1 2 3 تبقى الريدنج كلها 123. طيب طبعا انتوا لاحظتوا معايا ان اللينس اللي احنا طلعناه طلع بكام؟ 123 سنتيمتر. اوكي بس انت حسيت ان الموضوع كبير عليك وصعب لما تقول 123. طيب في حاجه عندنا بنسميها انه المجموعه بنقدر نختصرها ونديها اسم تاني، بمعنى انه عندي ال 100 سنتيمتر دول انا اقدر اقول عليهم 1 متر. فلما يبقى عندي 123 اقول لا، ال 23 دول لوحدهم سنتيمتر، ويبقى في عندي ال 100 ده بمتر. يبقى انا عندي اقول ان اللينس اوف ذا ستيك از 1 متر اند 23 سنتيمتر. يبقى انا عندي هنا دلوقتي لو تيجي تبص الرولر بتقيس اللينسز الصغيره سمول لينسز، وانا عندي الجرادويتد تيب بيقيس لي اللارج لينسز. ولو لاحظت بقى عندي، عايزك تبص معايا هنا هتسال نفسك برضو التلات اسئله: وات اي ميجر، انا بقيس ايه، ها لينس، بس المره دي اللينس بتاعي لارج مش صغير زي المره اللي فاتت كان سمول مع الرولر. طيب السؤال الثاني: وات از ذا تول جود جرادويتد تيب. يبقى الجرادويتد تيب بتاعي دوت انا بستخدمه لو انا عندي اللينس ماله لارج، لو انا عندي لارج لينس هستخدم الجرادويتد تيب. جود. طيب عايزك كمان بقى نشوف الميجرنج يونت بتاعتي. انا هستخدم هنا السنتيمتر زي الرولر ولا المتر؟ لا انا هنا هستخدم المتر لان اللينس بتاعي بقى مور ذان 100 سنتيمتر. واحنا طبعا دلوقتي عرفنا انه ال 1 متر ايكوالز 100 سنتيمتر. بكده يبقى احنا عرفنا if I want to measure the lens I will use يا اما graduated ruler او graduated tape. وعلى فكره graduated ديت ممكن يتحط مكانها measuring، يعني ممكن اقول measuring ruler او graduated ruler، وممكن اقول هنا graduated tape او measuring tape، الاثنين بنفس المعنى. طيب انا امتى استخدم graduated ruler؟ تمام لو انا عندي اللينس small lenses هستخدم لها الرولر، وساعتها هيبقى الميجرنج يونت بتاعتي ايه؟ ها الميجرنج يونت هي السنتيمتر. يبقى انا عايزك تلاحظ معايا ده تول انا بستخدمها بمسكها، لكن اليونت انا ما بمسكهاش وما بشوفهاش، ده انا بقولها عشان اللي قدامي يفهم انا بتكلم على ايه. 3 وات 3 سنتيمترز. اوكي طيب لو انا عندي بقى لارج لينس، لو لارج لينس انا هستخدم جرادويتد تيب، وجرادويتد تيب الميجرنج يونت بتاعته بتكون بالمتر لانه بيبقى لللينسز اللي هي مور ذان 100 سنتيمتر. بعد ما اتعلمنا هاو تو ميجر ذا لينس تعالوا بقى نشوف هاو تو ميجر ذا ماس. وعايزك تعرف دايما لما تسمع كلمه ماس هو بيتكلم على حاجه لها تقل تقيل هتتوزن. اوكي سو انا دلوقتي عايز احسب ذا ماس اوف اني ثينج، اعمل ايه؟ اذا اعتبرنا انه انا دلوقتي عايز احسب ذا ماس اوف ذيس باك، ايه اللي انا هحتاجه؟ جود اي ويل يوز بالانس. اوكي طبعا احنا عندنا البالانس في منه a lot of types، يعني انا عندي هلاقي في حاجه اسمها التو بانز بالانس، ده 1 بان بالانس. طيب في بقى اللي في السوق اللي احنا عارفينه بننزل دايما نشتري في السوق وبنشوفه دايما، ده اسمه تو بانز بالانس او بنسموه كمان الكومن بالانس، والاثنين بنفس المعنى او هما لهم نفس المقصود اللي هو الميزان اللي احنا شايفينه في الصوره قدامنا دلوقتي. وفي كمان
انواع تانية من الموازين بتكون ديجيتال، بيبقى احنا بنشوفها لو احنا بنشتري السوبر ماركت او كده بنلاقي فيه موازين ديجيتال بتبقى موجوده بيطلع عليها ارقام لما بنحط عليها الحاجه اللي احنا عايزين نحسب الماس بتاعتها. طيب انا دلوقتي معايا شنطه زي دي، الباك دي انا عايز اشوف الماس بتاعتها، هبدا احطها زي ما احنا شايفين كده على البالانس. طلعت القراءه بتاعتنا قد ايه؟ زي ما انتم ملاحظين كده انا عندي الريدنج هنا 1 وده 1 كيلو جرام. اوكي طيب انا خلاص دلوقتي I measured the length the mass of the bag. تعالوا نحاول نشوف هل نقدر نجيب the mass of pen بنفس الطريقة. انا هجيب the pen وهحطه هنا على البالانس اللي عندي. اوكي لو لاحظنا المؤشر عندي هنا ما اتحركش خالص، ما فيش اي تأثير عليه. وهنا السؤال ليه؟ جميل جدا، because its mass is very small. طبعا لو جينا نقارن the mass of pen بالباج، لا الباج very heavy او heavy. طيب انا دلوقتي عايز اشوف هل في طريقه اقدر اجيب بيها الماس of the pen؟ of course but I will not use the common balance. امال استخدم ايه؟ انا هستخدم حاجه اسمها السنسيتيف بالانس، وده المناسب اكتر للسمول ماسز. تعالوا نشوف، انا هحط البن عندي اون ذا بالانس وهبدا اشوف الريدنج بتاعتي. طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي انا عندي الريدنج طلعت لي كام؟ جاد 17 جرام. اوكي 17 جرام، عندنا رمز دوت الجي تشير الى جرام. ركزوا بقى معايا دلوقتي، احنا خلاص عرفنا انه if I want to measure the mass I will use the balance. بس احنا لاحظنا واحنا بنقيس ان احنا هنحتاج لنوعين من البالانس. في عندي الكومن بالانس اللي احنا استخدمناه في الاول. الكومن بالانس بيقيس لي جاد ذا ماس. طب والتاني اللي جنبه دوت اللي اسمه سنسيتيف بالانس برضه ذا ماس. امال ايه الديفرنت؟ الديفرنت ان انا عندي الكومن بالانس ده هيقيس لي اللارج ماس، اللارج ماس. اما السنسيتيف بالانس هيقيس لي السمول ماس. يعني لو انا فرضا دلوقتي لو انا محتاج اقيس ذا ماس اوف بوتيتوز اور توميتوز، ايه التول اللي انا محتاج استخدمها في دول؟ طبعا محتاج ان انا استخدم الكومن بالانس. طيب لو انا هقيس the mass of gold jewelry chemical substance، طبعا ساعتها انا هحتاج استخدم ال sensitive balance لانه هو ده اللي ينفع لل small masses. اوكي طيب تعالى بقى، احنا دلوقتي عرفنا what will we measure وعرفنا كمان the measuring unit the measuring tool. تعالى بقى نعرف ايه الميجرنج يونت. لو تفتكروا احنا لما جينا شفنا القراءة الاولانية قلنا 1 كيلو جرام، لما جينا قلنا هنا قلنا 17 جرام. طبعا لو انا ما سمعتش كلمة كيلو جرام ولا كلمة جرام وقلت لك 1 و 17، انت هتقولي على طول مين اكبر؟ هتقولي 17. لكن في الواقع 17 ده بتاع بن، واحنا عارفين ان البن الماس بتاعته هتبقى اقل بكتير جدا من الباك. فاللي جه هنا وعرفني مين الاصغر اليونت، اليونت هي قالت لي انه ده جرام، لان الجرام اصغر بكتير من الكيلو جرام. واحنا عايزين نعرف يا اولاد ونحطها كده قاعده معانا، دايما الكيلو ايكوال 1000. يعني مثلا لو انا جيت قلت كيلو جرام ايكوالز 1000 جرامز، يبقى احنا دلوقتي يا اولاد عرفنا انه the mass measuring tool يا اما common balance او two bands balance او sensitive balance لو الماسز اللي عندي small. وعرفنا كمان ان الماس measuring unit يا اما تكون كيلوغرام او جرام للsmall masses. وبكده نكون خلصنا الاجزاء الخاصه باللينس and mass وعرفنا how to measure them and what are the tools اللي انا هستخدمها عشان اقيس بيها. ودلوقتي تعالوا ننتقل للجزء المهم في الدرس، هنشوف summary
للدرس كله، وبعد كده هنشوف الكلمات الوردز المهمة عليه، وبعد كده نبدأ نحل شوية اكسرسايز. تمام يا حلوين، احنا كده خلاص خدنا خلال الليسون how to measure the length, how to measure the mass، واستخدمنا التولز المختلفة، وكمان عرفنا الميجرينج يونتس. تعالوا بقى هنعمل سمري كده سريع على كل اللي احنا اخدناه عشان نثبت المعلومات اللي احنا اخدناها، وتقدروا بعد كده تبصوا عليها، بمجرد ما تبصوا عليها تفتكروا مع بعض اللي احنا قلناه. تعالوا كده، اول حاجة اخدنا اللينس ميجرينج تولز. لينس ميجرينج تولز احنا لقينا ان احنا محتاجين حاجتين من التولز، يا اما هستخدم الميجرينج رولر، وطبعا الميجرينج رولر هنا انا بستخدمها لما يكون اللينس اللي عندي لارج ولا سمول. جميل، ها يبقى الميجرينج رولر دوت مع السمول لينسز. طيب بالنسبة بقى لجرادويت التيب، جرادويت التيب انا ده بستخدمه لو انا عندي اللينس ماله، ها لو انا عندي لارج لينس زي ايه كده يا ولاد؟ زي ايه؟ زي لما يبقى عندي دور، ها تيبل. طبعا ساعتها مش هينفع استخدم خالص الميجرنج رولر. طيب انا دلوقتي خلاص جبت الميجرنج تول واستخدمتها وعينت القراءة بتاعتي الريدنج بتاعتي وشفت النمبر قد ايه الموجود. عايز بقى اقول للناس، هقول لهم الميجرنج بتاعتي طلعت 3 وات 2 وات. الميجرنج وات بقى اللي انا هتكلم بيها مع الناس هتبقى ايه؟ طيب طبعا لو انا بستخدم الرولر هيبقى عندي الميجرنج يونت بالسنتيمتر. يعني لو تفتكروا كده معايا واحنا كنا بنقيس the length of the note طلعت ها 20، ها 20 ايه بقى؟ قلنا 20 سنتيمتر لانها ها small length. طيب لو انا بستخدم بقى الجرادويت التيب انا طبعا بستخدم حاجة كبيرة لارج لينس، زي مثلا الستيك اللي احنا قسنا اللينس بتاعها او the table، فانا ساعتها بتكلم بالمتر، فهقول مثلا 1 meter. خلاص طيب عندي برضو من الميجرنج يونتس لو انا هقيس الديستانس بتوين سيتيز، زي مثلا المسافه بتوين بورتسيد اند الكسندريا مثلا، هنا ساعتها مش هينفع اتكلم بالمتر، هقول بالكيلو متر. طيب يا ترى بقى ايه العلاقه ما بين اليونتس دي؟ اكيد في علاقة. الفكرة ان احنا بيبقى عندنا بدل ما انا هقول مثلا 100 سنتيمتر او 200 سنتيمتر او 300، لا انا بقول بقى بختصر ال 100 دول واقول عليهم ايه 1 متر. فانا عندي المتر اهوت equals 100 سنتيمتر. طيب ايه علاقة المتر بالكيلومتر؟ انا عندي الكيلومتر، وعايزين نحطها قاعده كده دايما عندنا، اول ما اشوف كيلو حاجه فيبقى الكيلو ده ايكوالز 1000 الحاجه دي، بمعنى ان انا عندي دلوقتي كيلومتر يبقى انا عندي 1000 متر، يبقى الكيلومتر ده ايكوالز 1000 متر. وقياسا عليه لو انا عندي كيلوغرام يبقى الكيلوغرام ايكوالز 1000 جرامز. خلاص طيب يبقى كده احنا بعد ما قسنا عرفنا ازاي نتكلم ونقول للناس الحاجة اللي احنا قسناها بشكل صحيح او بشكل مظبوط. طبعا انا عايز انبه برضو الموضوع مهم جدا يا ولاد، الميجرنج يونت هنا انا بمجرد ما بسمعها ببقى متخيل الحاجة اللي هو بيتكلم معايا عليها اللينس بتاعها طويل ولا صغير. طب انت استها الميجرنج تول اللي انت استخدمتها كانت ايه؟ يعني تخيل معايا كده واحد بيقول لك انه مثلا the length is 10 سنتيمتر. طب 10 سنتيمتر دول المفترض يبقى انت كده التول اللي انت استخدمتها هتبقى الرولر. خلاص عرفت منين؟
من اليونت. طيب اليونت برضو عرفتني ان انت قست لينس، انت بتقول لي سنتيمتر، يبقى انت ما اكيد ما كنتش بتقيس ماس وما كنتش بتقيس فوليوم، انت كده بتقيس ها لينس. فالميجرنج يونت يا اولاد مهمه جدا، لما بتيجي بعد النمبر بتفهمني ايه التول اللي هو استخدمها، وكمان بتعرفني هو كان بيقيس ايه اصلا، او بيتكلم على ايه، هل بيتكلم على ماس او هل بيتكلم على لينس. طيب تعالوا بعد كده نشوف الماس ميجرنج تولز. قلنا برضو الماس ميجرنج تولز عندي يا اما الكومن بالانس، واللي هو برضو بنفس المعنى بتاعه التو بانز بالانس، هما الاثنين نفس المعنى اللي هو الميزان المعتاد اللي احنا دايما عارفينه، اللي هو بيبقى له طبقين كده من هنا تمام اهوت، ويبقى له قاعده وبنبدا نحط الحاجه عليه، الحاجه الثقيله اللي احنا عايزين نحطها، والناحيه الثانيه الحاجه اللي بيكون مكتوب عليها الكتله اللي احنا عارفينها اللي هي المعلومه بتبقى 1 كيلو متر 1 كيلو جرام او 2 كيلو جرام، زي ما احنا عايزين نحط الحاجه بتاعتنا. فده اسمه كومن بالانس و او التو بانز بالانس. طيب النوع الثاني بقى من البالانس بتاعنا اللي هو السنسيتيف بالانس. طبعا السنسيتيف بالانس والكومن بالانس الاثنين بنستخدمهم في الماس، بس ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق انه الكومن بالانس او التو بالانس بالانس ده بستخدمه لما يكون عندي الماس اللي موجوده ها جود، بتكون عندي لارج ماس، حاجه تقيله جدا اقدر اسال زي ايه بقى ها، از فيجيتابلز فروتس، دول ما ينفعش استخدم معاهم السنسيتيف بالانس. طيب السنسيتيف بالانس ده انت انا استخدمه بقى ده بستخدمه لما يكون عندي الماس اللي موجوده سمول، زي مثلا الجولد او الجيلري او الكيميكال سبستانس، كل دول بتبقى حاجات لايت خفيفه، فساعتها انا ما ينفعش استخدم الكومن بالانس لانه مش هيحس بيها ولا هيتاثر بيها خالص، زي ما احنا شفنا طبعا في الفيديو اللي احنا شرحناه مع بعض. طيب تعال بقى نشوف الماس ميجرنج يونتس. احنا عندنا الماس ميجرنج يونتس يا اما جرام، طبعا الجرام ده يناسب ها السمول ماسز ولا اللارج ماسز؟ جميل، السمول ماسز انت طبعا بتسمع ماما لما تيجي تتكلم مثلا بكام جرام الذهب، جرام الذهب يعني ده المناسب للذهب، لانه الجولد بيبقى لايت بيبقى سمول ماسز، فما ينفعش اتكلم فيه بالكيلو جرام. طيب لو انا عندي بقى الماس الموجوده اللي انا هقيسها بتبقى كبيره، زي مثلا البوتيتوز او التوميتوز، لو انا بشتري حاجه من السوق طبعا بتكلم بالكيلو جرام، وده طبعا بستخدم له التول اللي انا بستخدمها، ساعتها بتبقى الكومن بالانس، وهنا التولز اللي انا بستخدمها بتبقى السنسيتيف بالانس. احنا قلنا طبعا ان اليونت بتعرف لي وات اي ميجرد، انا قست ايه، وبتعرفني كمان ذا تول ذات از يوزد تو ميجر. طيب انا دلوقتي عرفت انه الجرام دوت للسمول ماسز والكيلو جرام للارج ماسز، عايز اعرف بقى ايه الريليشن بتوين ذم، يعني العلاقه بين الكيلو جرام والجرام. انت يا مستر لسه قايل يا مستر انا شاطر اهوت وحافظ اللي انت قلته، انت قلت حضرتك قلت ان الكيلو ده لو اعطيه كيلو جرام يبقى ايكوالز 1000 جرامز، اوكي يبقى الكيلو جرام ايكوالز 1000 جرامز، ويبقى احنا كده خلصنا الميجرنج تولز والميجرنج يونت اللي موجوده معانا فور ماس اند لينث. طيب تعالوا بقى نشوف ذا ووردز اوف ليسون او الفوكابلز اللي موجوده عندنا عشان نحفظها، وضروري جدا يا اولاد نحفظ الكلمات ديت، لان لو انت حفظتها كويس هتقدر بعد كده تحل اي اسئله تقابلك بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. طيب انت عندك هنا الميجرنج يونت، قلنا ان هي وحده القياس، طبعا الميجرنج لوحدها يعني قياس، ويونت احنا عارفين كلمه يونت طبعا يعني معظمنا عارفها بشكل قدام متعودين عليها، فوحده القياس. طيب تعالوا بقى الميجرنج تول، ميجرنج تول احنا اتكلمنا عليها اللي هي الاداه القياس، جراديويتد تيب، الشريط المدرج، الميجرنج رولر او جراديويتد رولر، وهي المسطره المدرجه. عايز الفت نظرك لحاجه مهمه جدا، انه عندك الميجرنج لو انت شفت كلمه ميجرنج او كلمه جراديويتد الاثنين بيأدوا نفس المعنى، فما يعني ما تقلقش لو انت شفت مثلا انت حافظ ميجرنج رولر بس لقيتها جرادويتد رولر، دي مش مشكله خالص، بسيطه جدا. وقياسا على كده برضو جرادويتد تيب ممكن برضو الاقي مكتب لي في الستيتمنت الموجوده عندي ميجرنج تيب، عادي جدا مفيش اي مشكله خلاص. طيب بعد كده عندنا اللينس وهي الطول،
common balance، وبرضو الكومن بالانس هو هو نفس معنى كلمة التو بانز بالانس اللي هو الميزان المعتاد او الميزان ذو الكفتين. طيب بعد كده عندنا كلمة sensitive balance، و sensitive balance يعني الميزان الحساس. وانا طبعا عايز انبهك برضو النقطة مهمة جدا، انت ما تحسش ان الكلمة دي جديدة عليك ولا حاجة، يعني كلمة sense ديت مرت عليك قبل كده. sense يعني حاسة او احساس، تمام؟ لما اجي اقول بقى حساس مش هقول سنس، هقول سنسيتيف اللي هي الادجكتيف بتاعتها، فالكلمه دي مش جديده عليك خالص. سنسيتيف بالانس الميزان الحساس. بعد كده عندنا سنتيمتر، بالعربي بنكتبها دايما سنتيمتر برضو، والرمز بتاعها سنتيمتر السي ام، وبالعربي السنتيمتر زي ما احنا عارفينها. ايه المتر برضو بالام، ده الرمز بتاعها يعني المتر. دلوقتي احنا خلاص اخدنا السمري الموجودة معانا في عن الليسون، واخدنا كمان الوردز الموجودة. تعالوا بقى مع بعض نشوف بعض الاكسرسايزز اللي هتثبت لنا المعلومات اللي احنا اخدناها. طبعا انا بطلب منك طلب قبل ما تحل معايا الاكسرسايز ديت، عايزك تبص كويس قوي على الوردز اللي احنا اخدناها، وتشوف الشرح اللي احنا شرحناه وتفهمه كويس جدا، وتستعد عشان تبقى مبسوط كده وانت فايق معانا وبتحل الاسئلة. من اهم الحاجات اللي احنا لازم نركز عليها يا اولاد بعد ما اخدنا الميجرنج يونت والميجرنج تولز، انه نعرف نفرق كويس ما بينهم. اوقات كتير جدا بنبقى احنا مش تايهين، بنتوه كده في وسط الكلمات وفي وسط الجمل، ومش عارفين ايه هو الميجرنج يونت وايه هو الميجرنج تول، وبنلخبط دايما ما بينهم. انا عملت الاكسرسايز دوت عشان خاطر نثبت المعلومه عندنا يا اولاد، وما يبقاش عندنا فيها مشكله خالص. لو انت لاحظت كده انا كاتب لك هنا سام اوف ووردز، زي مثلا كيلوغرام، بالانس، رولر، جرام، جراديويتد تيب، سنتيمتر، متر. المطلوب منك دلوقتي ان انت الوردز ديت عباره عن حاجتين مع بعض، ميجرنج تولز وميجرنج يونتس. انا عايزك تعمل لي كلاسيفيكيشن، تصنفهم لي او تحط لي كل واحد، يعني تشوف الكيلوغرام ديت هل نحطها هنا في الميجرنج تولز ولا نحطها هنا في الميجرنج يونتس. خلاص تعالى بقى انت هتمسك تشوف الكيلوغرام ده، هل هو تول انت بتمسكها بتستخدمها بايدك كده وبتقيس بيها؟ طيب لو لا يبقى هي مش ميجرنج تولز، هي ميجرنج ها يونت. طب لو يبقى هي ميجرنج تول. طب نسالك بقى دلوقتي الكيلوغرام ده تول ولا يونت؟ ها جاد، انا ما فيش اي تول بمسكها اسمها كيلوغرام. ده الكيلوغرام دوت انا بقول عليه لما بعد افتر اي ميجر، بعد ما بقيس بقول دلوقتي ذا ماس اوف ذس فروتس از مثلا 1 كيلوغرام. يبقى انا ساعتها قلت الكيلوغرام ده after the number، بعد النمبر بتاعي، يبقى هنا ده measuring unit. طيب نيجي بعد كده للبالانس، ها مين يقول يا شطار؟ جميل، برافو عليكم. ده measuring tool. ليه بقى؟ عشان انا بستخدمه فعلا وبمسكه بايدي وبقيس بيه. طيب نيجي للرولر، ده نفس زي البالانس يا مستر، بس ده بقيس بيه ايه؟ ها اللينس. ممتاز. طيب نيجي بقى للجرام، برافو، جرام ده بيبقى ميجرنج يونتس. طيب الجرادويتد تيب، يا مستر جرادويتد تيب ده تول انا بستخدمه بس لما يكون اللارج لينسز، خلاص يبقى ميجرنج تول. طب السنتيمتر، سنتيمتر يا مستر ده ميجرنج يونت عشان خاطر اللينس. طيب الميتر نفس الحكايه برضو يا مستر، بس لما يكون اللينس بتاعي لارج. طيب كده انا قدرت افصل ما بين الميجرنج تولز والميجرنج يونت. طب انا دلوقتي عايز بقى ابقى يعني فاهم اكتر ومركز اكتر، ومش بس ان انا يعني افرق ما بين الميجرنج تولز والميجرنج يونتس، لا ده انا كمان عايز اعرف مين فيهم ماس ميجرنج تول، مش بس ميجرنج تولز بس، لا ده ميجرنج تولز بس للمين؟ ها فور ذا ماس، للكتلة. وعايز اعرف مين فيهم measuring tools للنس، تمام؟ وعايز برضو كمان اعرف measuring units مش كلها وخلاص، لا ده انا عايز ابقى لا شاطر بقى، اتشطرت وبقيت فاهم جدا، فهقول measuring units ها for lens او measuring units for mass. تعالوا كده مع بعض نشوف. انا عندي هنا زي ما انتم شايفين برضو نفس الوردس اللي فاتت، بس هتقسمهم لي بقى على الاربع
الاماكن الموجوده المتاحه قدامنا دلوقتي، فهنيجي نقول الكيلوجرام ده اتفقنا ان هو ميجرنج يونتس، بس ده فور لينس ولا فور ماس؟ كيلوجرام يا مستر، ده فور ماس. لما بنيجي نوزن حاجه في ونشتريها بنقول كيلوجرام، ده بقى ده ماس. جميل جدا، يبقى هنحطه في اللينس ميجرنج، في الماس قصدي ميجرنج يونتس. طيب نيجي بعد كده للبالانس. البالانس ده احنا عرفنا خلاص ان هو تول، بس هو تول بقى لميجرنج تو ميجر ذا ماس ولا تو ميجر ذا لينس؟ لا يا مستر، البالانس ده للماس، يبقى ده ماس ميجرنج تولز، هنحطه مع التولز. طيب الرولر، ها ده فور لينس، طب ده تول ولا يونت؟ ده تول، يبقى هحطه مع اللينس ميجرنج، لينس ميجرنج تولز. طيب الجرام، الجرام ده ها فور ماس، جود، يبقى ماس ميجرنج ها يونت ولا تول؟ يونت، جود، يبقى ماس ميجرنج يونت. طب جدوت التيب، لا يا مستر ده تول. طب تول ده لايه، لللينس ولا للماس؟ لا ده لللينس، يبقى هقول لينس ميجرنج تولز، هنحطه معاهم. طيب نيجي للسنتيمتر، سنتيمتر ها جود، ات از ا يونت، ا يونت فور وات؟ لينس، جود، يبقى لينس ميجرنج يونتس. طب والمتر، يا مستر ده زيه بس لما يكون لارج لينس، يبقى هنحطه مع اللينس ميجرنج يونتس. بكده هيبقى احنا قدرنا نحدد بالظبط مين فينا، مين في الحاجات اللي قدامنا ديت ميجرنج يونت، ومين ميجرنج تولز، ومين فيهم ماس ميجرنج يونت، ومين فيهم ماس ميجرنج تولز، وهكذا. نبقى احنا اكثر ادراكا للحاجات اللي قدامنا، لان ده هيساعدنا كتير جدا جدا واحنا بنحل الاسئله. وهنشوف مع بعض دلوقتي، عندنا السؤال دلوقتي بيقول complete the following statements. طيب number one، matter is everything that occupies a part of and has. ده في definition سهل جدا وبسيط، احنا عارفين انه matter is anything that occupies a part of space and has a volume. عايز بقى اقول لك اللي انت قلته ده يا حبيبي مش مظبوط. احنا قلنا انه occupies a part of space دي اصلا معناها volume، تمام؟ فما ينفعش اقول فوليوم اند هاز ا فوليوم، لا، احنا قلنا ان الماتر لازم يكون فيه عندها لازم تبقى ات هاز ا ماس اند ا فوليوم، تمام؟ طب احنا قلنا هنا الفوليوم اهي، يبقى لسه مين؟ لسه ا ماس. يبقى اوعى تقع في الغلطه دي تاني، وركز كويس جدا. ماتر از everything ذات occupies a part of space اند هاز ا ماس، اوكي؟ طبعا ممكن ساعات يجيب لك الجزء ده في الاول، يعني يقول لك matter is everything that has a mass، يبقى بعد هذا هقول a mass and occupies a part of space، خلاص؟ فالناس تبقى فاهمه، مش مجرد ان انت حافظ، لازم تبقى انت فاهم انت بتكتب ايه موجود قدامك في السؤال. طيب number two، the length of any matter is measured by using. طيب انا دلوقتي طبعا انا عارف انتوا دلوقتي في جريد 4 ولسه بادئين تشوفوا ستيتمنتس طويله زي كده، فانا مش عايزك تتخض خالص، لازم تعرف طريقه تحل بيها وما تتهش، وتعرف الكلمات المهمه بالنسبه لك. هو قال لك اهي ذا لينس، حلو، يبقى هو دلوقتي بيتكلم على ذا لينس. طيب اوف اني ماتر از ميجرد باي يوزنج، انا هشوف هو اللينس ده عايز له التول ولا عايز اليونتس. طيب ادور على كلمه تول او ادور على كلمه يونت، انا مش لاقي ولا تول ولا لاقي يونت. بس خد بالك هو كاتب لك هنا باي ايه؟ باي يوزنج. باي يوزنج دي معناها باستخدام، استخدام يعني هستخدم، يعني همسك، يعني هقيس. يبقى ايه الحاجه اللي همسكها؟ اكيد تول، احنا قلنا اللي بتمسك معانا التول، يبقى هو هنا بيسالني على التولز. طيب ايه التولز اللي انا هستخدمها تو ميجر ذا لينس؟ ها ما تنساش هو قال لك لينس. طيب لينس يبقى يا مستر لا تول، وللينس يبقى احنا عندنا ايه؟ الرولر والجراديويتد تيب. جميل قوي.
طيب نيجي بقى بعد كده نمبر 3، كيلو جرام ايكوالز، اه يا مستر انت قايلها لنا يا مستر وخلاص فهمناها جدا، كيلو ايكوالز 1000 من الحاجه اللي معاها، يبقى كيلو جرام ايكوالز 1000 جرامز. نمبر 4، وي يوز، اه ركز معايا بقى كده، ها يوز نستخدم تو ميجر ذا ماس، ايوه اهي ماس. بص بقى اول ما اشوف كلمه ماس لازم اشوف في حاجه وراها بتميزها، هل هو قال لي سمول ماسز، هل قال لي لارج ماسز، هل هو قال لي جولد او فروتس او فيجيتابلز، لازم اعرف الماس اللي موجوده عندي ديت لارج ولا سمول، او ما حددليش خالص. لو ما حددليش هكتب اي اجابه وهتبقى صح، لكن لو هو حدد لي زي الحاله اللي احنا فيها دلوقتي قال لك ايه ماس اوف ايه، ها اوف جولد، تمام، يبقى هو عايز اليوز اللي هي التول بقى كده، معناها ان هو عايز التول، تمام، ايه التول اللي انا هستخدمها تو ميجر ذا ماس اوف جولد، ها اه يا مستر جولد لا الذهب ده يا مستر محتاج حاجه بتحسي بيه، يبقى نحط له السنسيتيف السنسيتيف بالانس. طيب نكمل بقى السؤال، and it is measuring units، طيب الميجرنج يونتس بتاعته ساعتها هتبقى ايه؟ اه يا مستر سنسيتيف بالانس يبقى اكيد ها بالجرام، خلاص يبقى الميجرنج يونت بتاعتي هتبقى بالجرام. بعد كده the next question قال لك write the scientific term، طيب scientific term احنا قلنا ان هو هيقول لك على statement طويله كده انت تقدر تشيلها وتحط مكانها كلمه بتساويها، يعني انا هدي لك example كده عشان خاطر تبقى احنا برضو نحط دايما في الذاكره. لما اجي اقول لك اداه احنا اخترعناها علشان نلبسها قدام العين لو احنا نظرنا ضعيف، انت على طول هتقول لي ايه؟ ها النظارة، تمام جميل قوي، انا كده النظارة اللي انت قلتها ديت دي اسمها scientific term، الحاجة اللي احنا متفقين عليها واللي انا قلته الكتير ده كان الشرح بتاعها، فاحنا بنعمل كده في scientific term بيديك شرح كتير جدا، خلاص انت تقول ايه حضرتك تقصد كذا، ما تقول كذا يعني، قول بدل ما تقول كل الكلام ده ما كنت تقول نظارة وخلاص. فاحنا هنا نفس الحكايه بالظبط، هو هيقول لك كلام كتير جدا وانت تقول له انت تقصد كذا، هو ده المقصود. مثلا هو قال لك دلوقتي اهو ايونت، جميل، وعايزك تركز قوي كلمه ايونت ديت تفضل ماسكها طول ما انت ماشي في الجمله وتعلق كده في ودنك كده كلمه ايونت 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 عشان خاطر ما تتوهش منك وتيجي في الاخر تلاقي نفسك كتبت لي هنا تول، هو قال لك يونت يبقى انت لازم هتكتب لي هنا يونت. طيب ايونت، طب انا عايز اعرف ايونت فور وات، تمام ايونت از يوز تو ميجر كل الكلام ده انا دلوقتي بعد عليه مرور الكرام، لكن اللي هقف عنده بقى تو ميجر ذا ايه ذا سمول لينسز، يبقى انا هقول اليونت اللي هتكون مع السمول لينسز. واحد يقول لي مين، ها واحد هيقول لي رولر، لا يا حبيبي رولر ده ما هو مع السمول لينسز بس مش يونت ده تول، يبقى ايه اليونت بقى؟ اليونت اللي انا بعد ما استخدم الرولر هقول ايه؟ هقول سنتي متر، خلاص فهمناها. طيب شوف انا في كلمتين بس في الجمله هم اللي انا قدروا يساعدوني على ان انا اوجد ايه الكوركت انسر. طيب ذا تول يوزد تو ميجر ذا ماس اوف فروتس، ها ايه الكلمة المهمة عندي هنا؟ the tool، يبقى انا لازم اكتب هنا ايه؟ tool. طيب tool for what؟ ها؟ for measure to measure the mass of، ها؟ قال لك the mass of fruits، مش قال لك mass بس، لا ده قال لك for ايه؟ ها؟ of fruits، يبقى انا هنا ساعتها هقول ان التول بتاعتي got common balance، وطبعا لو انت قلت تو بانز بالانس اجابتك برضو صحيحه. طيب تول، شفت بقى اهو تول يوز تو ميجر، ها ايه بقى اللي ايه المهم عندي تاني؟ ذا لينس، يبقى ميجر يوز
to measure the lengths of objects. طيب انا دلوقتي محتاج tool. هل هو قال لي small object small lenses؟ لا ما قاليش. طب قال لي large lenses؟ لا ما قاليش. يبقى انا هحط هنا يا اما احط ruler وهتبقى صح، يا اما احط graduated tape وبرضو هتبقى صحيحة، او احط الاثنين ويبقى انا كده قلت له انا فاهم كل حاجة وعارف اجابتي كويس جدا. هنكمل برضو. ها قال لك هنا the tool is used، the tool used to measure the mass of gold. يبقى انا عندي هنا برضو عينك ودنك مركزين. ها tool حلو. طيب ها mass بس of a of gold. برافو عليك. ها سمعك وانت بتقول sensitive balance، احب الناس المركزة معايا. اهوت sensitive balance. طيب نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده. قال لك the unit، يبقى انا هحط هنا ايه؟ ها unit. طيب for ايه؟ ها small lenses. طيب unit for small lenses. سنتي meters. طبعا ما تقوليش هنا رولر زي ما احنا اتفقنا، قلنا انه هيبقى سنتيمتر لان هو عايز ايه؟ unit. Welcome again. Now we had finished our lesson. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من النهارده الدرس بتاعنا وقدرتوا تستوعبوه. احنا النهارده قدمنا how to measure the length, how to measure the mass، وعرفنا الميجرنج يونتس بتاعتهم والميجرنج تولز، وبعد كده اخذنا الوردز المهمه موجوده في الدرس، وحلينا الاكسرسايز اللي ممكن تيجي لنا في الدرس دوت ونقدر نحلها ازاي بشكل يخلينا ما نغلطش ونبقى الموضوع عندنا تعودنا عليه وسهل. ان شاء الله المره اللي جايه هنكمل بارت 2 اوف ليسون. لو انتم عندكم اي استفسارات او اي تساؤلات سيبوها لنا في كومنت على الفيديو، واحنا ان شاء الله هنرد عليكم. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.